مرحبا طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الزاي. هكذا إذن يكون شكل حرف الزاي، يشبه حرف الراء لكن يوجد فوقه نقطة. الآن أعزائي سوف أقوم بقراءة الكلمات التي تبدأ بحرف الزاي. أريد منكم الانتباه جيدا إلى هذه الكلمات. زر، ز زر، ز ز زهرة، ز ز زينة، ز ز زرافة، ز ز زحلوقة. إذن أعزائي الطلبة، أريد منكم أن تكونوا طلابا مفكرين ومطلعين وتنتبهوا إلى هذه الكلمات التي يوجد فيها حرف الزاي. الآن سوف أقوم بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية. قالت سمسم: تناولت شطيرة الزيت والزعتر. قالت ماما: وأنا أكلت الموز والجزر. إذن في هذه المحادثة يوجد كلمات فيها حرف الزاي. ما هي هذه الكلمات عزيزي الطالب؟ هيا أريد منك أن تكون طالبا مفكرا. نعم، مثل كلمة الزيت، الزعتر، الموز، الجزر. هل انتبهتم إلى الكلمات؟ الآن هنا سوف نقوم بلصق بعض الصور التي تحتوي مثلا على كلمة زيتون، زعتر، زيت، خبز. سوف تقوم عزيزي الطالب بإلصاق صور الأشياء التي يوجد فيها حرف الزاي. هنا سوف نقوم بتركيب حرف الزاي مع أحرف المد الطويل، مثلا زا، زو، زي. إذن زا، زو، زي. وهنا عزيزي الطالب سوف تقوم بكتابة حرف الزاي عن طريق أولاً تتبع النقاط، ومن ثم سوف تقوم بكتابته من غير تتبع النقاط. لذا أريد منك أن تكون طالباً مجازفاً وتستطيع كتابته من غير تتبع النقاط. وسوف أيضاً نقوم بالتحدث عن المشاعر. وماذا تشعر؟ هل أنت غاضب؟ هل أنت سعيد؟ أم هل أنت حزين؟ ويوجد الكثير من أوراق العمل على موضوع المشاعر. إذن أعزائي الطلبة، هذا كل ما لدينا عن حرف الزاي. أريد منكم الاستماع إلى جميع الفيديوهات الموجودة في هذه الصفحة وحل جميع الأسئلة. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حرف جديد. شكرا لكم.